السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس مادة الحاسب الآلي للصف السادس الابتدائي بعنوان مفهوم البرمجة. الدرس بالكتاب صفحة 98. أهداف الدرس: معرفة مفهوم البرمجة ولغات البرمجة، معرفة أهمية البرمجة. نبدأ على بركة الله. هل قمت مرة بالتعامل مع إحدى ألعاب أو تطبيقات الحاسب الآلي وفكرت في إدخال بعض التعديلات عليها؟ هل فكرت في إنشاء لعبة أو برنامج بمواصفات وأفكار خاصة بك؟ لكي تقوم بعمل ذلك يجب أن تتعلم بعض لغات البرمجة. مفهوم البرمجة: هل قمت يوماً بوصف الطريق لأحد أصدقائك كأنك تقول له أن يتجه للأمام مسافة 1 كيلو، ثم لليسار مسافة 200 متر، ثم تدخل يمينا؟ عندما تقوم بذلك فإنك قد أعطيت صديقك بعض الأوامر التي إن قام بتنفيذها فإنه سوف يصل في النهاية إلى هدفه المطلوب. إذن مفهوم لغات البرمجة عبارة عن مجموعة من الأوامر التي تكتب بلغة معينة يفهمها جهاز الحاسب الآلي، حيث يوجد لدينا عديد من لغات البرمجة. مفهوم لغات البرمجة: مجموعة من الأوامر التي تكتب بلغة معينة يفهمها جهاز الحاسب الآلي، حيث يوجد العديد لدينا من لغات البرمجة. لغات البرمجة تكتب في صورة أكواد مختصرة، يطلق عليها لغات البرمجة، ويوجد العديد من لغات البرمجة، وأوامر هذه اللغات تكتب باللغة الإنجليزية. أيضا مفهوم المبرمج: من هو المبرمج؟ يطلق كلمة المبرمج على الشخص الذي يعمل على إنشاء البرامج والتطبيقات والألعاب، يطلق عليه اسم مبرمج. هناك أجهزة غير أجهزة الحاسب بتعمل بالبرمجة. يوجد العديد من الأجهزة في حياتنا تتم برمجتها برمجة مسبقة حتى تعمل، وبعضها يتم برمجتها من خلال المستخدم. مثل عندنا أجهزة كتير: الهاتف المحمول، جهاز التلفزيون، جهاز الفيديو. أيضا من الأجهزة التي تتم برمجتها مسبقا إشارات المرور، السيارات الحديثة، أجهزة الصرف الآلي، نظام البيع، قارئ الأكواد اللي موجودة في المحلات التجارية. وننتقل بعد ذلك إلى التقويم. اختار المصطلح الدال على العبارات التالية: اللغة التي تكتب بها الأوامر في صورة أكواد. ممتاز، لغات البرمجة: اللغة التي تكتب بها الأوامر في صورة أكواد تسمى لغات البرمجة. رقم 2، الشخص الذي يعمل على إنشاء البرامج والتطبيقات والألعاب يسمى المبرمج، أو لغات البرمجة، أو خلية يسمى المبرمج، شخص يعمل على إنشاء البرامج والتطبيقات والألعاب. رقم 3، الأوامر التي تكتب بلغة معينة يفهمها جهاز الحاسب تسمى البرمجة، إكسل، خلية. الأوامر التي تكتب بلغة معينة يفهمها جهاز الحاسب الآلي تسمى البرمجة. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.